خليك قاعد حجي، خليك قاعد. شلونك يا حجي؟ ميت على شارع، شلون صحتك؟ تسلم، الله يخليك يا رب، الله يمدك الصحة، الله يتقبل يا رب. امين يا ارحم الراحمين. لا انا جزء وصلان والله، راي اخلص بعيلي شيء جزء عمه بس، ما شاء الله خلصته. خلصت من اول رمضان؟ من اول رمضان. لا صار ختمت خدمتين، انا كل 3 4 ايام بختم ختمه. ما شاء الله، على طول بتم بقرا وبعد ما يصير لا شيء. اللهم صل على النبي، نور وايمان ان شاء الله. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. شوف طلعوا مثلنا نحن يا حصرتي، ساعتنا عن الجزء السابع. لا لا الحمد لله، الله يكرمك ويخليك ويمدك بالصحه. ابو ايش بالولاد؟ ابو حسن يا سيدي، ابو حسن. خلاص يا عمي ابو حسن، تسلم. كم ولد عندك؟ عندي 6 اولاد. وين ساكن؟ ساكن طريق الباب، وهلا البناية يعني هبطت، سكنت عند اخوي هلا حاليا. لا أيوة. وانت هون وين ساكن؟ هون ايش عم تعمل هون؟ لا هون بشتغل حارس. ايوه ايوه، عم بجي صار بطلني 3 مرات وبرجعني. ما يعني بقول له اعطيني ايش ما بدك اعطيني، بس لا تبطلني، ما في شيء بالحال، وين بدي اروح؟ يعني ما في شيء بالحال اروح انا. راسي يا عمي ابو حسن، اسلم يا سيدي. الله عمي ابو حسن 4-1. ايه وشو بطلك بعدين لخلاك؟ لك لا هلا انا بحوش حيل صغير يصطفل، خلي حوش حيل هيك عقله. بطلني صار مرتين وعم برجعني، والله ما بطلع شيء بيدي عليه. بطلع بيدي 4-1 عمي ابو حسن. 5 هي واحد بس، هي 200,000. الله يكرمك. 2-2. الله يكرمك. 4-4. ها 4 سيدي. 4. الله يكرمك، الله يمدك. صاروا 400,000. الله يمدكم الصحة والعافية. 1-1. 2. لك دخيل هالعينتين وهالكبرة. لك الله يمدك الصحة والعافية. 500,000. والله الله يمدك. شو الفطور اليوم؟ الصحة والعافية. والله سمعت واحد بده يجيب لي هي شو اسمها؟ لا إله إلا الله، مو ماكرونة. لا لا. قال لي هلا بدي أروح أجيب لك اليوم من المسا، بدي أروح أجيب لك. خذ فروجتين مشويات من عند دوار الشعار، إيش رأيك؟ شو ان شاء الله بده يكتب علي لك؟ والله 4-4 8. هي قسيمة فروجتين مشويات من عنده فروج الصياد دوار الشعار. اي الله يكرمك ويخليك، الله يكرمك ويخليك. صار صار كتار، الله يكرمك. لا لا ما كتار، والله كتار، هذا رزق الله لعباد الله. السلام، الله يكرمك، الله يكرمك. مخصوم منه، ما عم بقبض بس مخصوم منه. انت شو عم اذا بيطلع بلقطه بدون ما كلمه الناس لبعضها تعتبر حالك اوت. اليوم قرارات صارمه، اليوم ما في للركب اليوم. اذا ما عملت هيك لامي ايش بقولوا لك؟ ام مصطفى، ام مصطفى اذا ما عملت هيك معهم ما بمشي الحال. حسبي الله، الله يكون بعونك. باخذ حب القلب، منظم دقات، الله يشفيك. حب الغده، جابوا لي ضغط، ايش بدك؟ حب تحت لسان. حسبي الله ونعم الوكيل. عندك شباب؟ عندي 2، واحد مستشهد بس مدني يعني شهادته. مصطيف قلتي لي؟ انا بصلاح الدين. ايوه ما شاء الله هالكبره. اللهم صل على سيدنا رب. محمد. قالت لي شغله بتحرق القلب بس ما رأى طالع بالمونتاج. ايه الله يرضى عليك. لا خليها هون. ايه خلص، ام مصطيف 1-1. 2. لك دخيلها لعينتين. هاي 200,000. ايش اسمك انت؟ غفران حسون. غفران 1-1. حكي علي. خجلاني خجلاني. لا وهي حكي علي. لا. هاي 100,000 لك. الله يرزقك. وين ساكنة قلتي لي؟ بصلاح الدين؟ ايه. فروج بركات تعرفينه؟ لا أنا هون على الدوار. ايه يعني فروج بركات صلاح الدين مو بتعرفيه؟ ايه بعرفه. 1-1. 2. هي فروجتين مشويات. الله يرزقك. الفطور اليوم الله يكسر تجبري بخاطري. هلا مول الدوحة بسيف الدولة بتعرفيه؟ ايه. مو بتعرفيه؟ 3-2. 3-2 5. هي قسيمة مواد غذائية بقيمة 200,000 من الله يرزقك. الله يرزقك. بتجيبي فروج اليوم ولا بكرة؟ لا بجيب اليوم وبكرة ما بعرف. لا شوف الوضع. ايوه اليوم وحدة بكرة وحدة. ايه ما بدك شلون ما بدك؟ مع بعضهم عزمة حدا؟ لا لأنه نعمل شغلة تانية. ايوه. قولي لي الشيء. ما بعرف. 6-1. 7. كنا وين لحم بعجين؟ الله يرزقك. من مخبز الوسيم بالملعب البلدي. ايه ماشي. تأمرينا بشيء مستحيل. لا سلامتك.
الله يعطيك العافيه. كنت حداد؟ إيه؟ على راسي والله. وانت ومين ساكن بصلاح الدين؟ لا حالي ما عندي حدا. مرتك وينها؟ ماتت؟ والله انت قاعد لحالك؟ لحالي. مين بصوف عليك من بعد انا الله؟ بصوف لحالي، بشتغل. بشتغل؟ بطعمي حمامات. بطعمي حمامات بشتغل. طعمي حمامات تشتغل؟ إيه؟ الله يديمك، ما عندك اولاد؟ عندي. وينهم؟ عبد العزيز ومحمد امين وعمر وغياس. وينهم؟ واحد هون بحلب ساكن بالسكري، واحد بالشام، واثنين ماتوا. ما طلعوا عليك؟ طلعوا. لا هي صفني ما بعرف. عنده خمس اولاد، ايش بده يطلع علي؟ بيته كريم ميته شري، الله يكون بعوننا وعونه. عم بشتغل بطالع رزقتي انا، الحمد لله رب العالمين. عايش مبسوط ومكيف، انا مكيف الحمد لله. الاخير رب الانام على راسي ابو احمد. الله يديمك انت ابو احمد حبيب. طيب قلبي. سؤال، 4-1 ايش قد؟ 4-1 الله يحن عليك. 5 بيقولوا لهم، بيقولوا لهم 5. 200,000 هي 200,000. الله يرزقك. 2 خيو لابو ابوك سبق. اي على راسي. 2-2 اهلين. 2-2 بقولوا له 4. بقولوا له 4، هي صاروا 400,000. الله يرزقك. 1-1 2 ما شاء الله على هالكبرة. اللهم صل على النبي. صاروا نص مليون، هذول المصاري. ابكي واتأسف يا حيف وترحم على ابو الصيف. ابو الصيف جافوا النار يموه الشيف، ضربوا بالنار وما خف، ما خف المولى الجبار. راح على خان شربتشي، ما صدوا يحرق الباب ليطالع منه الشباب. كنت في البستان عم بوري الفول، اجاني خبر مقتول. بركت انظم فنون واقرا فواتح وضيع روحها بالصيف. شو انت قم تصور بي؟ ابدا. طلعنا لنحارب فرنسا ونحرق خان شربتشي مشان نطالع منه الحبشين. ايوه، وقام قتل ابو الصيف. قام إلي رفيق نظم له هالنظمة. أبو الصيف إيه، بس أنا أبو الصيف قدامي هلا حي يرزق عايش. أبو الصيف صفايا. خيوم. 2-1 3 بقولوا لهم. هدول فروجتين مشويات من بركات صلاح. إيه الله يرزقك ويجبر بخاطرك ويسر أمرك. لحم بعجين. ويخلي لك ويخلي لك 8. مخبز الوسيم بالملعب البلدي كيلوين. يخلي لك يخلي لك الشباب يا رب ويرحم لك. يرحمك الوالد. الله يديمك والله يدعي لي. الله يصلح هدول، الله يحن عليهم، لا يرفع عمرهم، لا الله يصلحهم. الله يدعي هدول الشباب ولادك. 1-2-3-4 اللهم صل على النبي محمد حولك وحواليك. اللهم صل على النبي حولك وحواليك. اللهم صل على سيدنا. لا بس يعني هدول من ولادي، ما بعترف فينا بهيك اولاد. ما بتعترف فيهم. السلام عليكم. الله يعطيك العافيه. امي ايش بقولوا لي؟ انا ام موفق. ام موفق؟ ايه؟ على راسي يا ام موفق، سلمونا على ابو موفق. الله يسلمك. ايه وين ساكنه؟ ساكنه هون تحت، انا عايشه مع ابني، ما عندي غيره وحيد. ايه متجوز يعني؟ متجوز، عنده 7 اولاد، جوزته صغير. 7 اولاد؟ يعني عائلتنا 7 اشخاص، انا معه بيركي. عنده 7 اولاد ولا عنده؟ هو عائلته 6 وانا 7. بيركين مع بعضنا. أيوة يعني عنده 5 اولاد. 5 اولاد. ايوه. ولا 4 اولاد؟ لا 4، وهو مرته وانا. انا لانه الحج متوفي. ايوه ما متوفي. ايوه والله متوفي له 4 سنين. يعني جلطتيه ام موفق؟ لا والله ما جلطته، هيك معه القلب يا حصرتي، وكثير عانينا وبعده توفى وانا عايشه عند ابني. ايش بيشتغل ابني؟ صغير صانع، هذا خياطه. ايش؟ صانع خياطه. صانع خياطه؟ اي. شو الفطور ورشي اليوم؟ والله الحواضر يعني هالاشكال هاي اللي موجوده. ايوه فروج صلاح الدين ساكنه هون لتحت. عبدو لتحت هون بعد هذا. 1-1 1 يصيروا 2. لك دخيلة انتين. هاي فروجتين مشكيات من صلاح الدين بركات. الله ربي يرزق. 4-2
أربعة واثنين صيروا ستة. صاروا 200,000 هي كمان. الله يرزقك يا رب. صاروا لسه أول 200,000. الله يرزقك. أعطيني قسيمة مواد غذائية. على هالدرويش. ثلاثة الله اللي بيحن، ثلاثة وواحد. أربعة. برافو عليك، قسيمة مواد غذائية بقيمة 200,000 من مول الدوحة بسيف الدولة. سيف الدولة. أيوة ماشي. الله يرزقك يا رب. تعال لك، تعال تعال تعال. شو هاد؟ كرات للشغل. ايش؟ للشغل. محير؟ ايوه. مقاسك يا حبيبي يا شرفو. أربعة وأربعة. ثمانية. أعطيني 100,000. وين بيتك أنت؟ أنا هون بسيف الدولة تحت. بسيف الدولة؟ ايه. اثنين واثنين؟ أربعة. أعطيني فروجتين مشوية. بركات وين بدك؟ سيف الدولة عظمية ايش بدك؟ هاي فروجتين مشوية. يلا. كمل طريقك. السلام عليكم. السلام. انا ازاي شايفك؟ كيفك؟ الحمد لله من شو صاير معك؟ وقعت من الطابق الثالث وانكسر عمود الفقري يا استاذ. وين؟ وقعت من الطابق الثالث وانكسر عمود الفقري. من الطابق الثالث وقعت؟ ايه وانكسر عمود عمودك الفقري؟ ايه كنت عم تلحق وحده بتحبها؟ لا بالله ما عندي هالشغلات يا استاذي. لا بجوز مرتك بجوز قتلت ولحقتها بدها تشبطك تجرب. ماني متجوز يا استاذي، خلي لي قلبك. من وين انت؟ دير حافر. ريف حلب شرقي. ناسي والله دير حافر واهل دير حافر كلهم. خلي لي عبرك استاذ. انا السنه وقعت ايمت؟ سنه 9/7/2011. شو السبب وقعت؟ صقاله ماني مدعومه وقفز فيني الخشب. انت بتشتغل نجار بيتون يعني؟ ايه تقريبا. نعم. وهلا وين ساكن؟ هون مستاجر بارك هون مشان علاجي. انت ومين؟ انا وامي وعندي اخ عنده نقص نمو بدماغ. ثلاثه. مين بصرف عليكم من بعد الله؟ الله. لا اله الا الله. اي نعم. طيب ابو ايش بقولوا لك؟ هون ملبق ملقب ابو حيدر. هون؟ اي ابو حيدر. يعني هون غير بدير حافر ايش ملقب؟ كمان ابو حيدر بس هون الاغلبيه اللي يعرفني يا مدين يا ابو حيدر. مدين، انت اسمك مدين؟ مدين نعم. اي على راسي، على راسي مدين ابو حيدر. وشو بدك؟ يسلم راسك. أربعة وثلاثة. أربعة وثلاثة خمسة. 200,000. 2 و2. 4. 400,000. كم بدهم على نص مليون؟ واحد وواحد. 2. بدك دخيل هالعينتين يا ابو حيدر. سازي. هاي 500,000. خرج ساعدني بسكليت موتور كهرباء. تكرم. هلا انت عندك علاج علاج تقرح مقعدي. انا عندي تقرح مقعدي تقرح وريدي وتقرح قالوني. انت بدك انت بدك كرسي دائم؟ موتور كرسي كهرباء. خلص مو كرسي مو كرسي موتور كهرباء. لا موتور ما بعرف موتور. انا بدك كرسي مثل هذا كهربائي. اوكي ماشي. اما موتور كهربائي لا لي فيهم ولا بعرف اسال عليهم ولا شيء. ما في مشكله. موتور كرسي كهربائي ما عندك. نحن انا بعد بوعدك بعد ما ابو حيدر. نعم استاذي. بعد ما نعرض الحلقه. نعم. شو بتواصلوا معنا من اهل الخير انا جاهز. خلي لي قلبك استاذي. تماما ماشي. وانا بحلب كلها كفه ومنطقة الريف الشرقي وبالتحديد دير حافر في قلبي لها كفئة تانية. تل أم المرة الاستراتيجية اللي طلعت عليها هي ضيعتي. هي ضيعتي. الله الله. طيب نكمل. أربعة واحد. أربعة واحد خمسة. كم واحد العديد؟ ثلاثة بالمئة. ثلاثة نعم. فروجين من شويات من عن بزر كان العظمين. نعم. اثنين واثنين. أربعة. قسيمة مواد غذائية بقيمة 200,000 ليرة من مول الدوحة بسيف الدولة. خلي لي قلبك استاذي. ثلاثة وواحد. أربعة. لحم بعجين لنختمه. كلاوين لحم بعجين من الوسيم. عليك العافية. يا قلبك استاذي. ابو النور بياخذ رحمك. مش استاذ. يلا سلام. سلام استاذ. اريد منك بس طبعا صلي على بس روح لا فلوس ولا شيء. اهل الدير اهل النخوه والكرامه. وانتم اهل النخوه. وانتم اهل النخوه. انت هون ساكن بحلب؟ ايه هون. وين؟ عند جامع راح عند مدرسة رحمه خطاب. انت وعائلتك يعني؟ ايه. كم واحد بعائلتك؟ احنا سبعة. سبعة؟ نعم. شو الفطور اليوم اول شيء؟ والله ما بشي. ما بي؟ والله طيب. العظيم تجبر بخاطري اليوم؟ اجبر بخاطرك والله يقويك ويسلمك. اثنين واثنين؟ اربعة. هاي فروجين مشويات من بركات صلاح الدين والوسيم كيلوين لحم بعجين. اعطيني كمان فروج. خليهم اربعة فريريج. هاي اربعة فريريج. هاي خلصنا اليوم الفطور. افطار صائم هذا. اثنين واثنين. أربعة. ربحت معنا 200,000.
قسيمه قسيمه 3-1 4 ربحت معنا قسيمه مواد غذائيه من مول الدوحه بقيمه 200,000 تروح بتنقيها. الله يجبر خاطر. الله حيو البو كمان على راس. الله حيو دير الزور. تكسب اجر والله. سلام عليكم. أجر. سلام عليكم. عملت معنا مقابلة. ايه صح. وكنت انا قالوا لي انت حكي عمل معك مقابلة بمشفى الجامعة. مين هذا؟ هذا ابن الجيران. ابن الجيران هون رفيقك مو هون؟ هذاك لا قليل يعني انه مدق له. ايه شو بتشتغلي حضرتك؟ والله انا ما بشتغل ست بيت. بس قبل انا يعني كنت اشتغل قبالة. تركت مهنتي جوزي انصاب كمان شظايا بالأزمة. انشال كله صرت اطلع عليه تركت مهنتي من شانه الله يعافيك. هلا اجى بدور ابن اخوي لك ابو يعني انا لي ثواب الحمد لله من طرف الله يجعلها بميزان حسناتك من طرف جوزك وطرف ابن اخوك. هلا منيحه بعد ما عرضنا فهمت علي شلون النقطة. دقوا لي رفقاتي اشهد جمال واشهد حنان. تسلم يا عم شادي انت وياها. والله العظيم رفقاتي هي عيونك يا استاذ شادي صبايا المعجبات المعجبين كلهم عم بقول لك بالدور بالله. اي والله ما بدي اياك تشد اجريك منيح ان شاء الله نتصرف. هلا اول امانه معنا 1+1 2 مليونين و300 الف بعت لك اياها فاعل خير. الله يرجعك ويرجعك الله يجزيهم كل خير يا رب. مليونين هدول مليونين ها قصة هدولين الله يعطيك العافية بدي عدهم ها الله دق لي بقول لي عديتهم هدول مليونين و300 من فاعل خير وعندنا 3-1 4 هون 1 5 بعد 500,000 الله يرزقك من الأخ باسم المقيم في دمشق مو هيك استاذ شريف الله يرزقك يمرنا بشي يا روحي لا سلام لا فطرت الفروج ولا ما فطرت؟ لا فطرت الله يرزقك والله شو؟ والله جبت لحم باجي؟ لا بس فروج اليوم اليوم أخذت قسامة لحم بعجين؟ لا ما أخذ ها؟ ما أخذ 4-1 5 هيك لوين لحم بعجين من عند الوسيم بالملعب البلدي الله ينزل ماشي؟ الله ينزل تفضل أنت ومين افطرت؟ الفروج أنا وعمتي وجوز عمتي وبنت عمتي عطينا وحدة ايه اللي كان عم بيسوقوا ايه ايه وحدة تعشينا لا نعوضهم ما بصير نعوضهم الله يسلمك 4-1 5 هاي فروجتين بركات سيف الدولة ايه الله يرزقك يلا السلام عليكم السلام عليكم الله يدينك إليك مرحبا يا حجي الله يجبر خاطرك شلونك الله يوفقكم مأمن على الدخانات قبل كل شيء ما في ليش ما بحسن بلاه ما بحسن لا اي والله والله سوسي انا كمان نفس الشيء الله يزينك بعافيتك الله يديمك الله لا يقطعك ابو ايش بقولوا لك ابو عمر احلى عمنا ابو عمر ابو زقلك الحلو وين ساكن هو البناء انت ومين انا ومرتي لحالكم لحالي ايش طلع بالي عم ترجعوا ايام العسل الحمد لله ابو ايش جنابك ابو عمر ابو عمر وام عمر انت وابو عمر لحالكم نعم وين اولادكم اولادنا كل واحد بديره ايه ايه طلعوا عليكم بحكوا معكم أوه إيه بطلع علينا أكثر الأحيان بطلع علينا الله يرضى عليهم يعني عايشين برا ولا جوا هن لا هم جوات سوريا جوات البلد إيه يعني بيجوا بهلا برمضانكم أجوا فطروا عنكم إيه إجوا مرة إيه أيوة بهالفترة رمضان جابوا معهم الفطور ولا أنتوا عزمتوهم هن اللي جابوا لا إيه والله يعني عم بدعموك ماديا قصدي ما في ما في مادي ما في أيوة الله يزينه بعافيتهم الله لا 4-1 4+1 4+1 5 اي 200,000 لك الله يجبر خاطرك على راسي يا عمي ابو عمر الله يوفقك الله يحميك على الله يحميك على هالكبره الله يديمك ويجبر خاطرك 2-2 4 صاروا 400,000 الله يوفقك 4 عم بطلع صوتك من الميكروفون اذا بدك يعني الله يوفقك هاي ما بحكيها انت عليك الله يحمي عليك
حرك هي. الله يوفقك، الله يحن عليك، الله يديمك. ادعي لي الله يمضي هالكم يوم بايام رمضان على خير. امين يا رب، الله يزينك بعافيتك ولا يقطع. الشهر هاد ايش بده يصير الله اعلم. الله يوفقك، الله يحن عليك. اثنين اربع فروجتين مشويات بركات سيف الدولة. ابوي دقنك الحلوه، لك دخيل دقنك الشابي. الله يوفقك، الله يحن عليك وعلى كبرتك. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. مرحبا يا اختي. هلا والله. السلام عليكم. أهلا وسهلا. شلونك؟ الحمد لله. شلونك؟ أبو إيش بقولوا لك؟ أبو محمد. شلون رايح أجرك؟ سكر والله. مرته حضرتك؟ إيه. نعم. عم ترفعي له سكره كثير؟ كثير كثير. ولا من حلاوة الحب؟ إيه. الحمد لله. آه؟ أكيد. آه أكيد. كم ولد عندكم؟ والله منا ما عندي ولاد. إي الثاني؟ الثاني. والأولى إيش في عندك؟ ست أولاد، ثلاث صبيان، ثلاث بنات. كلهم قاعدين معك بالبيت؟ لا أنا لحالهم بيحكي، متجوزين كلهم. أيوه. والأولى وين الأولى؟ متوفية. متوفية الله يرحمها. الحمد لله. الله يرحمها. أيوة. وين ساكن؟ الفردوس. صار شيء بالزلزال؟ صار شيء كذا؟ والله أنا يعني من أثناء عمليتي بيتي راح ونزلت على شو اسمه، أخذت بيت لأهلي بعرفت فيه. الحمد لله. هنا طابق يعني. أنا قصدي صار شيء بالزلزال فيه البيت؟ لا بيت ما صار شيء في الزلزال. لا؟ لا. شو الفطور اليوم؟ محشي. محشي. اثنين واثنين فردوس يعني دوار شعار. اثنين واثنين اربع. هاي فروجتين مشويات صلاح الدين بركات. يلا معلش ما عزبك. طيب هلا انت باين انت ومرتك لحالكم؟ ايه. اه واحد وواحد اثنين. لك دخيله لعنتين. خلي لعنتين. 200 الف الله يرضى. اثنين واثنين اربع. هاي 200 ألف الله يرزق بعدهم. أعطيني قسيمة. أم إيش بقولوا لك؟ أم محمد. على راسي أم محمد. أم محمد. نعم. هاي على راسي والله أم محمد. 2 1 3. هي قسيمة مواد غذائية بقيمة 200 ألف من مول الدوحة سيف الدولة. ماشي؟ ماشي الله يرزقكم. السلام عليكم. يعطيك العافية. أشقر؟ ايش اسمه؟ محمد. والله محمد هو لفت انتباهي وانا عم بصور مع ابو محمد. حموده يا لطيف. طلع طلع طلع. حبيبي 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 دودي. حموده بحب الكاميرا من صغره خالص. وين ساكن؟ عندك غيره؟ هذا ابن اخوي وحيدة. خمس بنات. أنا أولادي بالبيت. وحيدة خمس بنات بس الرزق قالوا أجيت. ها أنت مالك على؟ أنا أولادي بالبيت. ها أولادي بالبيت. سبحان الله. أنا مبالي ابنك وأنا وافتة. هاي مع شهقة. واحد وواحد اثنين. 200 ألف. هاي 200 ألف لعائلة أخوك. الله يسلمك. كمان 200. اثنين واثنين أربعة. هي 200 ألف لعائلتك. الله يرزقكم. عائلة أخوك وعائلتك قديه مع بعضكم؟ نحن أخوي عنده ستة وأنا عندي اثنين. يعني ثمانية. ثمانية. يعني إذا قلنا فروجتين مشويات وكيلوين لحم بعجين نفطر اليوم. نعمة الله. شلون وضع تمام؟ تمام. ثلاثة وواحد أربعة. هاي فروجين بزركان وكيلوين لحم بعجين من عند وسيم ملعب. أهلا وسهلا. كيفك؟ الحمد لله. شو أخبارك؟ الحمد لله. شو هالعلاقة وشو هالحياة؟ تسلم الله يخليك يا رب. شو بتشتغل حضرتك؟ مدرسة المروج. شو بتشتغل؟ أجل مدرسة. الله يعطيك العافية. أبو إيش بقولوا لك؟ أبو الصيف. راسي يا عمي أبو الصيف. وين ساكن؟ الشيخ مقصود. كم ولد عندك؟ ما في ولاد. مالك متجوز؟ لا متجوز بس ما في ولاد. الله هيك ربي هيك يطعمك. الله يسلمك يا رب. مراد قلبك. الله يسلمك. ابو ايش قلت لي؟ ابو الصيف. يعني قاعد انت وام الصيف لحالكم بالبيت؟ لحالنا ايوه. بالشيخ مقصود؟ الشيخ مقصود. بتطلع بتنزل بتروح لهنيك؟ بالعاده ايه. الله يعطيك العافيه. الله يعافيك يا رب. كم سنه صار لك متجوز؟ صار لي 15 سنه. ها؟
15 2007 ندمان؟ لا لا والله. ابو السيف يا ابو السيف. 4-1 5 برافو عليك. 200,000 الله يرضى. 2-2 4 برافو عليك. هي 200,000 صاروا 400,000 رجعكم يا رب. 3-2 5 هي شو بعطينا هاي فروجتين مشويات عند الصياد دوار الشعار تاخذون على كيفك بدك ورا بعض بدك مع بعض الحكيم. قسيمي 2-3 2-3 5 مش فوق استاذ علي ميزة يا جوليون يا استاذ علي. هاي قسيمة مواد غذائية بقيمة 200,000 ليرة من مول الدوحة بسيف الدولة. بتقول تنقل بدك يا الله يرزقكم يا رب. دمرنا بشي عم لا قديمك يا رب. كل عام انت بألخير ان شاء الله. مفتخر فيكم وانتو يعني الامل بكل شيء ان شاء الله. الامل بالله. الله يسلمكم يا رب. كل عام محمد. شو قد عمرك محمد؟ 2 ها؟ 2 ولا 3؟ 3. انت شو اسمي؟ امل. امل امل حياتي. قد ايه عمرك انت؟ انا عمري 10. عم تروح على المدرسه؟ لا صف. ليش؟ انا صف ثالث بس قاعدين احنا عن بيت جدي. ليش قاعدين عن بيت جده؟ ابوي توفى روح الجنه. ايه ما توفى ابوك؟ يوم الخميس. هلا انا من كم يوم؟ ايه. ليش شو صار معه؟ شلوا له كل بيته بعد توفى مرضون. وانتي واخو انتو ثلاثة اخوة؟ ايه. انتي شو اسمك؟ اسماء. اسماء يعني امل واسماء وحمودة؟ واحمد. احمد؟ ابوك توفى على الجنة؟ ايه. الله يرحمه. انتو انتو قاعدين عن بيت جدك ابو ابوكي ولا ابو امك؟ ابو ابوي. ايوه. وامك وينها؟ كمان قاعده معنا عن بيت جدي. قعدت معكم. واحد وواحد؟ 2 ابوس على عينك. 200 200 هي 200,000 لك. الله يرزقك. واحد وواحد؟ 2 لك ابوس هي 200,000 لك. كمان 200 حموده؟ طلع علي. شوف لهم بوسه للكاميرا. شوف لهم بوسه لك مو الي. هي الي وعطيها. شوف لهم بوسه هيك اعمل لهم هيك. امسك الميكروفون. قول لهم انا حموده. حموده. انا حموده الحباب. حباب. حباب جدا. نعم. اهلا وسهلا فيكم. فيكم. اي فيكم بحفظ اخر حرف هذا. مثل بنتي زين. وهي 200,000 لك. طيب. جدك هون ها؟ جدي هون. معهم انت يا جد. انت حضرتك الجد؟ انت الجد؟ ابو للمتوفي ها؟ بقي في حياتك. امل حياتي. طيب كم عدد افراد الاسره الان اللي قاعدين عندك كلهم؟ والله 16. 16؟ اي والله. عندي بنتي جوز عسكري عندها 3 اولاد وهي 4. وهدول الأربعة أظن أنا عامل معك لقاء قبل المرة بالسوق. قلت لك عندي ولد كمان مريض كلاوي. ايه؟ هو اللي مات. الله يرحمه. أيوة. أيوة. الله يرحمه. أي سنة عملنا يمكن بالسوق لجوا أنت؟ 3 عمليات سنتين والله. طبعا أنا له كلوي 4 كيلات الآن موجود 16 شخص عندك؟ ايه والله 16. طيب 4 فريريج و4 كيلوات لحم عجين 2x2 4 الله يرحمه طبعا. ماشي من مكان هذا افطار صائم. هي 4 فروجات من بركات العظميه وهي 4 كيلوات لحم بعجين من مخبز الوسيم بالملعب البلدي. الله يخليك يا رب. هي خلي لك اولادك جاي النبي. كمان بدي اعطيني 500,000. طبعا انا اعطيت البنات الله يزيك الخير وهدول ايتام صاروا يرزقوا رقبتنا راسي يا استاذ. 200 ب 200 ب 200 ما انا اعطيت. الله العطاء. الله العطاء. الله يعطي كل عم يعطي. وانا هلا رح اسلم حضرتك امانه. 4-1 5
500,000. الله يرزقك الجاه النبي. نكمل رمضان ان شاء الله يا رب. باقي كمان عندي قسيمة مواد غذائية. كيف جمعت؟ 3 و2 5 هي 200,000 قسيمة مواد غذائية. الله يرزقك يا رب. الله يحفظك. الله يحمي لك يا هون ديما فلوسهم ويمد في عمرك يا رب. بعد بجاه محمد ان شاء الله كل قرش بعشرة يبعد يخلي لهم اولادهم ويخلي لك اولادهم. السلام عليكم. عراسي استنى. وصلنا معكم لنهاية الحلقة 9 من برنامج الناس لبعضها بموسمه الخامس في رمضان الكريم. وهذه الحلقة مقدمة من الأخ منور بن صالح من المملكة العربية السعودية. كل الحب والتقدير لمن يدعم برنامج الناس لبعضها دائما وأبدا. الإنسانية لا جغرافيا لها. إلى اللقاء غدا بحلقة جديدة. السلام عليكم.